لخمسة. شبه خطوة يا ردوسة. هلو 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 أداء رائع رمزي، رمزي عويس حظي برعاية مجوهرات جورج عويس تحت إشرافي هو من مدينة رام الله تحت إشرافي رفيق يقود سيارة هوندا سيفيك كبير كبير لو سمحتم عجبني الصحفيين كبير وصاحب ثلاجة صح مخرة الصح هنا صوته مش حلو إزاي صوته مش حلو أنت بس بيعجبك شوف هلا ورا لو سمحتوا شوف هلا لو سمحتوا هو عبد انا بكولا وراه حبيت تضغط علينا تعال تعال بحب معي تعال تعال لك لحالي بس افرطوا فيي نازلين عايش لما تركب روعه تحطها شغل كل حبيبي وراك بس تمشي اه تمشي انا بتمشي على الفشل مش صافي ايه هاي المتسابق رمزي عويس في طريقه او في طريق العودة الى خط النهاية اجتاز جميع الحواجز بمهارة عالية سيارته مجهزة بكوشوك او اطالات خاصة بالتسابق ملساء من نوع سليك وهي السيارة الوحيدة المركب عليها كوشوك او اطارات خاصة للسباق بنطع السيارة الطريقة عودتها يا جماعة رجاء فتح الكريم لو سمحتم اعطوني اشياء نصير